طلع ماشي في الصحراء خرج عليه 2 لصوص قطاع طريق قالوا ناخذ مالك ونقتلك. قال لي بس يا جماعه قال طب ما تاخذوا مالي وخلاص اما انتم مجرمين صحيح قال خذوا مالي وسيبوني في حالي. قال لا لابد من قتلك. قال لهم طيب انتوا عندكم امانه وشرف؟ طبعا يقول لك ايوه طبعا ده احنا بتوع الامانه كلها. قال لهم طبعا بس نقتل الناس. قال طيب ارجعوا الى قبيلتي بعد ما تقتلوني هتلاقوا لي عندي بنتين في البيت اطرقوا باب فلان وقول الا ايها البنتان ان اباكما. بس قال يا سلام سهلة. قتلوا الرجل واخذوا ماله وقعدوا يسألوا بعض اوعى يكون الكلمة دي فيها سر ولا يمسكونا ولا يشيروا الينا بالتهمة بتوع البحث الجنائي ولا الانتربول الدولي ولا قال لهم مفيش حاجة. فرحوا طرقوا الباب طلعوا البنتين الا ايها البنتان ان اباكما. قال طب اتفضلوا لحظة واحدة ونادوا على القبيلة كلها الحقونا الحقونا امسكوا دول خير قد قتل ابانا. امال قال الله ده مكشوف عنهم الحجاب دول ولا في ستلايت تبع قناة بتاع دي اللي بتجيب الاخبار دي اول باول. اتار البنتين متعلمين الادب هذا ايها البنتان ان اباكما قتيل فخذ الثأر ممن اتاكما. اللي يجيلك بدل اللي قتل ابوك. طب بالله عليك انت لا خلي حد يروح يقول لبنتك ابوك مال ابويا ما يجي المشاكل من ورا ابويا من باب الادب يعني من باب البر. الله اكبر عليها ربنا يحفظها لك يا رب ان شاء الله. سبحان الله هي امها تعرف الراجل راجع فرحان على البيت بيقول لبنته بنته كبرت في السن وما جالهاش عريس فجاء رجع ربنا قال لها الحمد لله ربنا اكرمنا يوم كرم جاء موظف عندنا شاب محترم يصلي معانا الصلوات وما شاء الله على الاستقامه وعرف ان انا عندي بنت فجاء خاطبا لك. افرحي يا بنتي. اجهشت البنت بالبكاء. قال لها في ايه؟ الله هو احنا ناخد يعني زي في ايه؟ بقول لك عريس جاي. قالت له انا عندي 28 سنه لم استطع مفارقه امي لا استطيع مفارقه امي. قال خديها معاك. منه سطر البنت ومنه ايه؟ الخير لما يجي الخير لما يجي مره واحده ما بالك انت. قال اسكت يا راجل السيل اصاب القبيله وللاسف جرف الخيمه وللاسف زوجتك معاك. قال بقول لكم السيل ده فيه كل الخيرات سبحان الله. مش انت يا اخي يا والله ده ما شاء الله عليك انت ده انت بتدعو لها بطول البقاء ربنا يبارك فيك. صلوا على رسول الله. قالوا لاحد العلماء والله لقد غلى الدقيق والخبز في بغداد في نهايه العصر العباسي. قال والله الخبز اصبح غالي والدقيق اصبح غالي والدقيق ده اساسا يعني يعتمد عليه الناس اعتمادا كاملا. ماذا قال الرجل؟ قال والله لو وصلت حبة القمح لخليكم وصلين معايا سيبكم من ذلك واللوحة بتتحط فيه ده أول فتنة رسمنا فيها فيه خير. أبص أنا كمان فيها فالفضول يقتلنا شوف إيه الحكاية ده إيه ده خليكم مع الشيخ بعد ما تشوفه بتصور معاها بس ولا تزعل فيها ولما تصور مع الشيخ تصور معه سهلة بسيطة سبحان الفتن أنواع يعني من ضمنها فتنة اللوحة خلي بالك سمى هذه الفتنة. فقال العالم الواثق من فضل ربه ماذا تقولون يا عم الشيخ احنا نقول لك ان القمح والدقيق اصبح غالي الثمن في بغداد. قال والله لو بلغت حبة القمح في السوق حبة واحدة دينارا من الذهب لما حملت هم ذلك. قالوا ما انت بتحمل هم ايه؟ كيف يعني لما حبة القمح بدينار من الذهب ازاي ما تحملش هم؟ قال انا اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني بس خلاص.
الله يرضى عليك خليها منهج حياة. هذه اول جملة في الايه في الدرس اليوم. اعبده كما ايه امرني. هو امرنا ان اعمل هذا الامر ولا خلاص انتهى. اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني. ليه؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ويقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعدها على طول ماذا قال ربنا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اذا انا قلت لك من قبل اذا الانسان سبحان الله العظيم مقدر له رزق ما ومقدر له عمر ما، هذا الرزق مفصل على العمر. الثوب مفصل على الجسد، كل واحد مفصل عليه رزقه. وقلت لك من قبل وهذا من باب اليقين والعقيدة ان رزقي لا يذهب اليك وان رزقك لا يأتي الي، وانما كل مرزوق من قبل العلي الاعلى سبحانه وتعالى. فالانسان سبحان الله في يقين ان سيدنا داود كان يقول اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطير. بغاث الطير، ليه يا داود يا نبي الله تسأل الله ان يرزقك كما يرزق بغاث الطير؟ بغاث الطير هو صغار فراخ الغراب. الغراب هو خارج من البيضة، ده اسمه ايه؟ بغاث، يعني ضعاف. يخرج الغراب من بيضته ريشه ابيض شاهق، لا على شكل ريش ابيه ولا على شكل ريش امه، لا على لون ابوه ولا لون ايه امه. فابوه وامه ينكروه. وجل منين ده؟ ام الغرابة، انثى الغراب اتزوجت واحد من الدنمارك، ايه اللي جاب الابيض ده؟ استغربوا. فالاب والام يتعجبوا، فيقول له ده مش تبعنا، فيمتنعوا ان يزقوه الطعام. واحد ياكل ابن غيره، انا مالي غرابك، واخد بالك انت غراب. فيمتنع ذكر الغراب وانثى الغراب عن اطعام فرخ الغراب الصغير. طب يروح فين ده؟ امال امة الغربان دي جايه منين؟ قال لا، الذي خلق انثى الغراب وذكر الغراب ورزقهما بهذا الفرخ الصغير انما هو الرزاق ذو القوة المتين. تدي الفرخ الصغير يعمل ايه؟ يفتح منقارة بس فقط. ويرزقه الله بانواع من الحشرات الطائرة. انت تتخيل انها طائرة، لكن لا، دي طائرة الى امد معدود ومكان محسوب، لان الذي اتى بها انما هو الرزاق ذو القوة المتين. فتدخل في منقار الفرخ الصغير يأكل منها ويشبع. عدة ايام من طعام هذا النوع من الفراشات او الحاجات الطائرة هذه تدخل في جوف هذا فرخ الغراب، فيبدأ ريشه في ان يأخذ اللون الاسود، يبتدي يسود الى ان يصير نسخة من ابيه وامه. الاب لهم اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، يستضيفوه، يبتدي يأكلوه. من الذي اطعم بغاث الطير؟ من الذي رزق بغاث الطير؟ يبقى بالله عليك وانت في بطن امك لا علم ولا حركة ولا سعي ولا بنك مركزي ولا إدارة الشؤون المالية ولا أول الشهر. وبلغوني أن الموظفين خدوا راتبهم اليوم، زيك أنا أرى بسمات على الوجوه، الحمد لله ربنا يسد ديونكم إن شاء الله. ما أصل المبالغ اللي أنت خدتها دي لسداد الدين مش الإنفاق، صح ولا لا؟ طيب المهم، يعني أنا أقول كلمة، إذا كان دخلك 5 فعيش بمستوى 3، وإذا كان دخلك 3 فعيش بمستوى 2، أما يكون دخلك 5 وتعيش بمستوى 27 يبقى البعيد أهبل ومجنون، صح ولا لا؟ البعيد يعيش مدين، طب ليه؟ يا ابن الحلال يعني إياك وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل المرء نفسه ما لا يطيق. اللهم لا تحملنا
ما لا طاقة لنا بالله. هو انت دعاء تقولوا كده وخلاص عمل نظري؟ انا عايزه عملي.